بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم والرعب اللي سببه، فكان لازم نواجهه ونحجم خطره على البشرية، وده ما كانش هيتم إلا بإنتاج لقاحات تتصدى ليه، واللي بالفعل تم إنتاجها من دول مختلفة حول العالم. لكن يبقى الجدل كبير ومثار حول اللقاحات ومدى فعاليتها، وهل ليها أثار جانبية ولا لا. الإنترنت مليان بالقصص عن الحساسية والإعاقات وحتى الموت الناتج عن التطعيم باللقاحات، وفعلا اللقاحات ليها أثار جانبية. في الحلقة دي هنحاول نوضح بطريقة علمية ومختصرة إزاي اللقاحات بتشتغل، وإيه هي أثارها الجانبية، ولأي مدى ممكن تكون خطيرة. تابعونا. قبل ما ندخل في تفاصيل اللقاحات وأثارها الجانبية، لازم نفهم باختصار الموضوع من الأول. بداية، جهازنا المناعي عبارة عن جيش معقد من مليارات الخلايا، جنود، خلايا ذكية، ومصانع أسلحة. كل يوم أجسامنا بتتهاجم مرات كتير قوي، بس جنود جهازنا المناعي بيتصدوا للهجوم ده من نفسهم، وفي الغالب بيقضوا عليه، وفي الحالة دي معظمنا ما بيحسش أصلا بالهجوم ده. لكن في حالة إن العدوى بقت بتمثل تهديد لينا، فخلايانا الذكية بتقوم بجمع المعلومات حول الغزاء، وبتقوم بتفعيل مصانع الأسلحة الخاصة بمناعتنا. الأسلحة دي هي الأجسام المضادة، واللي بتعمل كصواريخ موجهة مصنوعة خصيصاً لمحاربة الغزاء. بس للأسف العملية دي بتاخد أيام كتيرة عشان تكمل، وده بيدي الغزاء الوقت الكافي ليهم لإحداث ضرر في أجسامنا. لكن على رأي المثل اللي بيقول الضربة اللي ما تموتكش تقويك، أجسامنا ومناعتنا ما بيحبوش يدخلوا حروب خطيرة مرة بعد مرة، عشان كده جهازنا المناعي عنده خطة عبقرية عشان يبقى أقوى مع الوقت. لو في مرة واجهنا عدو خطير لدرجة إن مناعتنا فعلت أسلحتها التقيلة، فالجهاز المناعي تلقائياً بيصنع حاجة اسمها خلايا الذاكرة. خلايا الذاكرة دي بتفضل في أجسامنا لسنين طويلة في سبات عميق، ما بيعملوش أي حاجة غير إنهم فاكرين ومخزنين كل المعلومات عن المعركة السابقة، ولما المعتاد يهاجم جسمنا مرة تانية ساعتها بتصحى خلايا الذاكرة اللي كانت نايمة، وتؤمر بصنع أجسام مضادة وتنفيذ هجوم منسق وشامل. العملية دي فعالة وسريعة جدا لدرجة إن كتير من العدوى اللي جسمنا بيهزمها مرة مش هنصاب بيها تاني، وعشان كده الأطفال دايماً بيمرضوا لأن ما عندهمش العدد الكافي من خلايا الذاكرة. العملية الطبيعية دي كلها واللي بتحصل في جسمنا هي اللي اعتمدنا عليها وما زلنا لما بنصنع اللقاحات. على الرغم من فايدة وفاعلية خلايا الذاكرة، إلا إن الحصول عليها عن طريق العدوى شيء مزعج، وفي بعض الحالات بيكون شيء خطير جداً. اللقاحات هي طريقة لخداع أجسامنا ومناعتنا لتكوين خلايا الذاكرة عشان نكون مناعة قوية ضد الأمراض بدون ما نتعرض للإصابة بيها أصلاً. لما بنحقن اللقاح في الجسم بيتظهر إنه عدوى خطيرة، وده بيتم بطرق مختلفة. طريقة منهم إننا بندخل الفيروس ميت بحيث ما يقدرش يضر الجسم، فالمناعة بتتعامل مع النوع ده بسهولة لأنه أصلاً ميت. وفي طريقة تانية بتخلي جهازنا المناعي يتعامل بشدة أكتر عشان نحفزه ينتج مزيد من خلايا الذاكرة. الطريقة دي اسمها اللقاحات الحية، وده بيتم بأننا بنحقن أجسامنا في فيروس حي، وبالشكل ده الفيروس هيمثل خطر لأنه يقدر يحارب المناعة، ودي طبعا تبدو فكرة سيئة لأن في احتمالية إن الفيروس يهزم المناعة، ودي تبقى كارثة. والتجنب ده بنصنع في المختبرات نسخة أضعف من الفيروس الأصلي، يدوب على قد إنها تزعج أو تحفز جهاز المناعة بدون ما تشكل خطر عليه، فينتج العدد الكافي من خلايا الذاكرة اللي إحنا محتاجينها. وطبعاً في طرق تانية إحنا مش بصددها في الفيديو ده، بس إحنا شرحنا أشهرهم، إنما عموماً دي هي المبادئ الأساسية لعمل اللقاحات. بيحفزوا ردة فعل طبيعية في أجسامنا، وده بيخلينا عندنا مناعة قوية ضد الأمراض دي. ولكن زي كل شيء في الحياة للقاحات جانب آخر. الآثار الجانبية إيه هي؟ وإيه اللي هيحصل لو أصبنا بواحدة منها؟ عشان نقدر نتعرف على مخاطر اللقاحات وأثرها الجانبية هناخد مثال حصل بالفعل، الحصبة.
قبل ما يبقى لقاح الحصبة متاح سنة 1963، عملياً كل طفل على وجه الأرض تمت إصابته بالحصبة في وقت ما، تقريباً 135 مليون حالة كل عام في خمسينيات القرن الماضي. هنتخيل مع بعض مثال افتراضي بسيط، لكن كل الأرقام اللي فيه مبنية على نسب حقيقية لمرض الحصبة. تخيل إن في دولة متطورة عندها رعاية صحية ممتازة وبتقدر توفرها لكل الناس، ومحدش أخد لقاح الحصبة. في السيناريو ده هنفترض إن 20 مليون طفل أصيبوا بالحصبة، فإيه اللي هيحصل؟ 19 مليون و600 ألف طفل، ما يعادل 98%، هيتصابوا بحمى شديدة وطفح جلدي سيء جداً. 1,600,000 طفل، ما يعادل 8%، هيعانوا من إسهال خطير. 1,400,000 طفل، ما يعادل 7%، هيعانوا من التهاب الأذن واللي ممكن يسبب ليهم فقدان السمع. 1,200,000 طفل، ما يعادل 6%، هيعانوا من التهاب رئوي، وده أخطر أثر جانبي للحصبة، وده لوحده هيتسبب في موت 24,000 طفل. 20,000 طفل هيتصابوا بالتهاب الدماغ، 5,000 طفل هيتصابوا بنوع نادر من التهاب الدماغ، والمرض ده عبارة عن إن فيروس الحصبة بيفضل في الدماغ ويقتل الطفل بعد سنوات. مع الأخذ في الحسبان إن حوالي 5 مليون طفل هيعانوا من أحد الأثار الجانبية الخطيرة لمرض الحصبة، وتقريباً 40,000 طفل هيتوفوا من المرض ده. والموضوع ما بيقفش عند الحد ده، الأطفال اللي بيتغلبوا على الحصبة بيفضل جهازهم المناعي متضرر بشدة، وده ممكن يحتاج وقت طويل عشان يتجدد ويتعافى، والوقت ده كافي جداً لأمراض تانية إنها تسبب أضرار إضافية ليهم. بالإضافة لكل ده، من المؤكد إن الأطفال دول هيعانوا فترة سيئة جداً، تقريباً لمدة أسبوعين. خد بالك إن إحنا هنا بنتكلم عن دولة متقدمة جداً في الرعاية الصحية، وكمان بتقدر توفرها لكل الناس، فما بالك بقى بأي دولة ما عندهاش الإمكانيات المتطورة دي وما تقدرش تقدمها لكل الناس في نفس الوقت؟ تفتكر ممكن الأرقام تكون عاملة إزاي؟ والوضع ممكن يبقى سيء إلى أي حد؟ واللي حصل في إيطاليا مع جائحة كورونا أكبر مثال إحنا كلنا عصرناه. هنعيد نفس المثال، بس المرة دي هنتخيل إننا طعمنا 20 مليون طفل ضد الحصبة. إيه اللي ممكن يحصل في السيناريو ده؟ 2 مليون طفل، ما يساوي 10%، هيصابوا بالحمى. 1 مليون طفل، ما يساوي 5%، هيصابوا بطفح جلدي خفيف. 200 طفل، ما يساوي 1 من 1000%، ممكن يصابوا بحساسية شديدة ولازم يتعالجوا. 20 طفل، ما يساوي 1 من 10,000%، ممكن يصابوا بالتهاب الأعضاء التناسلية. 20 طفل، ممكن يصابوا بأخطر أثر جانبي وهو التهاب الدماغ. إجمالاً لو طعمنا 20 مليون طفل، ف 240 منهم بس هم اللي ممكن يصابوا بأثار جانبية إلى حد ما خطيرة، ولكن بفضل الرعاية الصحية الجيدة هيبقوا كلهم تقريباً بخير. طب وبالنسبة للموت؟ طبعاً شيء صعب جداً إننا نقول إن حتى طفل واحد من 20 مليون هيتوفى، وبالفعل تم البحث بقوة في الموضوع ده من قبل منظمات مختلفة، وتم الحصول على عدد قليل جداً من الحالات المسجلة من بين مئات الملايين من الأطفال اللي أخذوا لقاح ضد الحصبة من سنة 1971 حتى الآن. الحصبة أخطر آلاف المرات على الأطفال حتى من أسوأ أثر جانبي للقاح، ولو جينا ندور على حالة أو أكتر أصيبت بأثر جانبي خطير للقاحات ونكون متأكدين إن الأثار دي أو الوفاة إن حدثت ناتجة عن اللقاح، فهيكون صعب جداً نلاقيها، في حين إن حالات الوفاة من الأمراض نفسها حقيقية وواضحة وسهل العثور عليها، حتى ممكن ما نحتاجش ندور عليها لأنها ممكن تكون بتتعرض قدامنا في كل وسائل الإعلام، زي ما حصل مع جائحة كورونا وكلنا كنا بنتابع الإحصائيات المتزايدة لحظة بلحظة. نقدر نقارن اللقاحات بحزام الأمان في العربية، بيحمينا من الحوادث، بس عمرك سمعت عن حد توفى بسبب حزام الأمان؟ أيوة، حصل بالفعل في حالات نادرة جدا، زي إن العربية مثلا سقطت في نهر، فالحزام ممكن يأيد حركة ركاب العربية فيكون سبب في عدم النجاة. هل تفتكر إن ده سبب يخلينا نتخلى عن فكرة حزام الأمان أصلا؟ طيب في حالة لو أنت متأكد إن عندك حساسية من لقاح بعينه،
في الحالة دي لازم تكون أنت أكبر داعي لكل اللي حواليك واللي تعرفهم إنهم يطعموا، لأن لو أنت ما تقدرش تطعم فالمناعة الجماعية بس هي اللي هتحميك. والمناعة الجماعية معناها إن عدد كافي من الناس عندهم مناعة ضد الفيروس بحيث إنه لا يمكن ينتشر، لأنه هيموت قبل ما يوصل لك بفضل مناعة اللي حواليك. وعشان ده يحصل لازم يكون أكتر من 90% من الناس حواليك مطعمين، في حين إن اللقاحات معززة بالأبحاث والدراسات والإحصائيات، الجدل حواليها غالباً بيكون مبني على مشاعر شخصية وحكايات وقصص ومعلومات مغلوطة ملهاش أي أساس علمي، ده غير نظريات المؤامرة المزعومة: هيقتلوا أطفالنا، هيقتلونا، عايزين يتحكموا في الشعوب. اللقاحات هي من أقوى الأسلحة اللي بتمتلكها البشرية، إن ما كانتش الأقوى على الإطلاق، واللي بيها بنقدر نحارب ونقضي على وحوش قتلت ملايين البشر لسنين واللي معظمنا نسيها، زي شلل الأطفال، الحصبة، الجدري وغيرهم، أمراض كتير هددت وجودنا وحياتنا وحتى مستقبل أولادنا، قدرنا نتغلب عليهم بس بفضل اللقاحات. خليك دايما فاكر المرض أخطر علينا آلاف المرات حتى من أسوأ أثر جانبي للقاح. ودلوقتي بعد ما وضحنا أهم المعلومات عن اللقاحات وأهميتها في حياتنا، فالقرار ليك. لو استفدت من الفيديو فاعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا، وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.